مهم جدا، وقبل كل شيء أن نتعلم الموافقة. كثيرون يقول نعم على الرغم من عدم الموافقة، وكثيرون لم يسألوا، وكثيرون يوافقون على الخطأ. ولهذا السبب من المهم جدا وقبل كل شيء أن نتعلم الموافقة. المشهد الأول. أنا معلم وعندي مدرسة في المدينة، ولدي تلميذ قد توفى والده ولكن أمه ما زالت على قيد الحياة وهي التي تهتم بشؤونه، والآن أنا ذاهب إليهما لأقول لهما وداعا لأنني سوف أقوم برحلة إلى الجبال. في حقيقة الأمر أن هنالك وباء انتشر بيننا، وفي المدينة الواقعة خلف الجبل يوجد أطباء كبار. المشهد الثاني. هل يأذن لي الدخول؟ من بالباب؟ السيد المعلم هنا؟ السيد المعلم جاء ليزورنا؟ ماذا لم تأتي يا ولدي إلى المدرسة منذ زمن بعيد؟ لم أستطع الحضور لأن والدتي كانت مريضة. مريضة؟ كم تنام؟ مفضل قل لها عن الموضوع. المشهد الثالث. أمي، السيد المعلم موجود هنا. قل له أن تفضل بالدخول. أرجوك أن تفضل بالدخول. سيدتي، معذرة يا سيدتي، لم أكن هنا في دوام البريد، وابنك يقول لي أن المرض غزال. ألا تشعرين بالتحسن الآن؟ للأسف أحوالي لم تتحسن لأن الإنسان لم يعرف دواء لضعف هذا المرض حتى الآن. لا بد للإنسان أن يعرف شيء ما. لقد قدمت بمكانك لأقول لكما وداعا. غدا سوف أقوم برحلة حول الجبال لكي أحضر الدواء والإرشادات من المدينة الواقعة خلف الجبل. رحلة استكشافية في الجبال. نعم، رحلة استكشافية. لقد سمعت أن الأطباء الكبار يقيمون هنا، لكنني سمعت أيضا أنها رحلة خطيرة. هل تبرح في أن تأخذ طفلي معك؟ لا يا سيدتي، هذه ليست رحلة يأخذ فيها الطفل معك. حسنا، آمل أن تعود منها سليما فا. شكرا لك يا سيدتي، والآن فلتسمح لي، لابد أن أذهب. وداعا. مشهد الرابع. سيدي، أنا مضطر لقول شيء ما. ماذا تريد أن تقول؟ أريد الذهاب معك إلى الجبال. لا يا ولدي، بالفعل كما قلت لوالدك، إنها رحلة شاقة وخطيرة، وأنت لا تستطيع أن تأتي معي. بالإضافة إلى ذلك، كيف لك أن تترك والدتك المريضة وحدها؟ ولهذا السبب، لأن أمي مريضة، أريد أن آتي معك من أجلها كي أحضر لها الدواء والإرشادات من الأطباء الكبار الذين يقيمون في المدينة الواقعة خلف الجبال.
في هذه الحالة أنا مضطر إلى التحدث مع والدتك مرة ثانية. المشهد الخامس. سيدتي. نعم. ابنك يطلب أن يأتي معك، ولكنني قلت له أنه من غير الممكن أن يأتي معي طالما أنت مريضة، وأنها رحلة شاقة وخطيرة، ولكنه قال لي أنه مضطر أن يأتي معي من أجل أن يحضر لك الدواء والمستشفيات من الأطباء الذين يقيمون في المدينة الواقعة في الجبل. نعم، لقد سمعت كلماتي. أنا لا أشك فيما قاله صبي أنه يود بكل سرور أن يذهب معك في هذه الرحلة الخطيرة. ادخل يا بني يا صبي. منذ ذلك اليوم يا صبي الذي رحل أن فيه والدك ولم يعمل أحد غيرك. نعم يا أمي، منذ ذلك الحين وأنت لم تفارق ذهني ولم تغب لي عن عيني، وأنت لم تفارق عن عيني إلا في الوقت الذي أحتاج الذي أحتاج فيه إلى إعداد طعامك وتكبير أمر ملابسك وكسب النقود. كل ما قلت صحيحا تماما، ولكن برغم من ذلك لم أستطع أن أحيد عن مقصدي. سوف أكون برحلة خطيرة. سوف يكون. ومن أجل مرضك. مرضي. مرضها. سوف أحضر الدواء والإنشادات. سوف يحضر الدواء. من المدينة الواقعة خلف الجبال. لقد رأينا أنه لا يوجد شيء استطاع أن يسنه من قراره. قام الناس بالإله إلى الجبال. من بينهم كان المعلم الصبي. لم يكن الصبي أهلا لهذه الصعاب. لقد أجهد قلبه الذي طالب بالعودة السريعة إلى الوطن. وفي وقت الشروق استطاع الصبي بصعوبة أن يطأ الجبال بأقدامه المتعبة. لقد تسلقنا الجبال بسرعة. هناك يلوح أول قوس. نحن داخل قصرنا الراحل. هيا دعونا نذهب. هيا نحن طوق عمرك. نعم نحن طوق عمرك. أجل نحن طوق عمرك. سيدي أنا مضطر لقضاء الشريط. ماذا تريد أن تقول؟ تشعر بأنني لست على مرمى. اسكت اسكت. مثل هذه الأشياء غير مسموح لها قولها.
في مثل هذه الرحلة لا بد أنك متعب من التسلق، لأنك لم تستطع ولا تتعود على التسلق، فقط ابقى هنا واسترح قليلا. يظهر أن الصغير متعب من التسلق. نريد أن نسأله في ذلك. هاي نريد أن نسأل المعلم في ذلك. نعم افعل. لقد سمعنا أن هذا الصبي متعب من التسلق، ولكن بماذا يشعر؟ وهل أنت مهموم لهذا السبب؟ إنه متعب، فقط متعب. بعد ذلك كل شيء على الرغم، فقط متعب من التسلق. إذا أنت لست مهموم من التسلق بسبب ذلك. لا تماما. أسمعتم. قال المعلم إن الصبي ربما كان متعبا فقط من التسلق، لكن ألا يبدو غريبا جدا؟ بعد الوقوف مباشرة يأتي ممر الضيق، ويحتاج الإنسان لكي يعبر إلى تلك الأخرى أن يمسك الجدار الصخري بكلتا يديه. نقول ألا يكون مريضا، لأنه إذا لم يستطع أن يواصل معنا فسوف نضطر إلى أن نتركه هنا. هل أنت مريض؟ لم يرد. نريد أن نسأل المعلم في ذلك. أيها المعلم. نعم. عندما سألناك في المرة السابقة قلت لنا إنه مطعم فقط من التسلق، لكنه يبدو الآن في حالة غريبة تماما. نعم، حتى أنه قد جلس عنوان أما أنه قد أصبح مريضا، والآن فقط حاول حمله. سنحاول ذلك. يهاول الطلاب سلاسة نحو الصبي عبر الممر الضيق، لكنهم لا يفلحون باضطرارهم أن يعبروا بشكل فردي، حيث يسعون على حبل الحبل. نحن لا نستطيع أن نعمله إلى جانب آخر، ولا نستطيع أن نبقى معه. إذا ماذا يجب الآن هو أننا سنضطر للاستمرار في طريقنا، لكن المدينة كلها الآن تنتظر الدواء الذي يجب علينا إهداره. لقد تتحدثنا عن ذلك مع مأذون. إذا لم يستطع أن يأتي معنا فنحن مضطرون إلى أن نتركه راكدا هنا في سلسلة جبلية. نعم، من المحتمل أن نضطر إلى ذلك، فأنا لا يمكننا أن نعرفه، وأنا أيضا أعتبر ذلك صحيحا. هل يسأل الإنسان شخصا مريضا إذا كان يود أن يرجع بسببه؟ فأنا لا أحمل في قلبي الأسى لهذا المخلوق، فقط دعوني أهيئ لها القدر. من فضلك نرجوك أن تفعل. سأحاول ذلك. أبدا. حتى
نريد أن نسأله عما إذا كان يجب أن يعود المرء من أجله. أراد سؤالك إذا كان يجب على المرء أن يعود من أجله. حتى إذا طالب بذلك فنحن لا نرغب في العودة من أجلي، لكننا سوف نتركه راكدا ونستمر في المضي في طريقنا. حتى وإن طالبهم ذلك فهم لا يرغبون بالعودة من أجلي، ولكن سوف يتركون أمرهم. الآن اسمع لأنك مريض ولا تستطيع أن تأتي معنا، فنحن للأسف سوف نترك الأمر، ولكن يجب على الإنسان أن يسأل الشخص المريض إذا كان يود أن يرجع أن يعود له من أجله، علما بأن التقاليد والأصول تقتضي أن المرء المريض لا بد أن يجيب بلا، لا يجب عليه العودة. الآن هل أنت تطالب بأن يعود المرء من أجله؟ يجب عليكم العودة. هل أنت إذا موافق على أن نتركك؟ أعطوه بعض الوقت للتفكير. نعم موافق. أجاب المقتضى الضرورة. لقد قال نعم، استمروا في السير. استمروا في السير، لا تقوى. لقد قررت الاستمرار في السير. هيا. أريد يا سيدي أريد أن أقول شيئاً. ماذا تريد أن تقول؟ أرجوكم لا تتركوني هنا راقداً، ولكن اقذفوا بي إلى الوادي، لأنني أخشى أن أموت هنا وحيداً. هذا ما لا نستطيع فعله. اقذفوا! انزلوا أماكنكم، أنا أطالب بهذا. لقد قررت الاستمرار في السجن وتركه هنا، من السهل عليه أن يختار قدره، ومن الصعب عليه تنفيذه. والآن هل أنتم على استعداد لأخذ به إلى الوادي؟ لا. كنت أعرف جيدا أنه من الممكن من أن أفقد الحياة في هذه الرحلة، لكن التفكير في أمي أغراني بالسفر. خذوا إبريقي هذا واملأوه بالدواء واحضروه لأمي عندما تعودون. أخذ الأصدقاء الإبريق وهم ينأون طرق العالم الحزينة وقوانينها المرة، وقصفوا بالصبي إلى الأسفل قدما بقدم، وقفوا متشهين على الحافة الحاوية، وقصفوا بالصبي إلى الأسفل. لا يوجد فيهم أكثر ذنبا من جاره، وقصفوا خلفه كتلة أرضية وأحجار مسطحة. واحد، اثنان، ثلاثة.
شكرا لكم. وهكذا انتهى الجزء الأول من المسرحية الألمانية مسرحية القائل نعم، مسرحية تعليمية كتبها برتول بريخت قبل أكثر من 70 سنة مضت. وحين عرض النص على المسرح رفض المشاهدون فكرة الأساس واتهموه بالرجعية ومحاولة قتل الإنسان باسم الحفاظ على التقاليد القديمة. فقام الأديب بتعديل بسيط عبقري على النص المسرحية. على النص المسرحية لأن المشاهدين رفضوا هذه الفكرة. وبعد ذلك عرض من جديد هذه المسرحية، وإليكم الجزء الثاني من المسرحية بعد تعديل عبقري من الأديب الألماني، وإليكم الجزء الثاني. تحديدا التعديل البسيط هذه طرأ على المشهد الأخير، المشهد العاشر. مهم جدا، وقبل كل شيء أن نتعلم الموافقة. كثيرنا يقولنا نعم على الرغم عن عدم الموافقة، كثيرنا لم يسألوا، وكثيرنا يوافقون على الخطأ. لهذا السبب من المهم جدا وقبل كل شيء أن نتعلم الموافقة. المشهد الأول. أنا معلم، عندي مدرسة في المدينة وعندي تلميذ قد توفي والده منذ زمن، ولكن والدته ما زالت على قيد الحياة، هي التي تهتم بشؤوني. والآن أنا أريد الذهاب إليهما لأقول لهما وداعا، لأنني سأقوم برحلة استكشافية الواقعة خلف الجبال. المشهد الثاني. هل يؤذن لي للدخول؟ من الباب؟ ها؟ السيد والد هنا، السيد والد جاء ليزورنا. لماذا لم تأتي يا ولدي إلى مدرسة المدينة منذ زمن بعيد؟ لا أستطيع أن أزور، لأن والدتي كانت مريضة. مريضة؟ أرجوك يا والدي أخبرها بأنني موجود هنا. المشهد الثالث. يا أمي، أمي السيد علي مخطئ حتى يا أمي. أرجوه أن يتفضل بالدخول. أرجوك أن تتفضل بالدخول يا معلم. سيدتي، معذرة يا سيدتي، ابنتي قال لي بأنك كنت مريضة، والآن ألا تشعرين بتحسن؟ لا، ولا تقلق بشأن المرض، فليس له أثار سيئة. سعدني بسماع ذلك يا سيدتي، والآن أريد أن أقول لكما وداعاً، لأنني سأقوم برحلة استكشافية الواقعة خلف الجبال، حيث هناك مقيمون المعلمون الكبار. رحلة استكشافية في الجبال. نعم، 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 لقد سمعت أن الأطباء يقيمون هناك. هذا صحيح، ولكنني سمعت أيضا أنها رحلة خطيرة. بالفعل
المرء طفلا نعم. حسنا حسنا آمل أن تعود سليم معك. شكرا لك يا سيدتي، والآن لا بد أن أذهب. وداعا يا سيدتي. وكان المشهد الرابع. يا سيدي سيدي. نعم. أنا مضطر لقول شيء ما. ماذا تريد أن تقول؟ أريد الذهاب معك يا سيدي. ها؟ تريد الذهاب معنا في هذه الرحلة؟ لا لا يا ولدي، كما أخبرت والدتك بأنها رحلة شاقة وخطيرة. بالإضافة إلى ذلك، كيف يمكنك أن تترك والدتك وهي مريضة؟ ابقى هنا يا ولدي، أنت لن تستطيع المجيء معي، ابقى هنا. لهذا السبب، لأن أمي مريضة. أريد أن أتي معك يا سيدي لكي أحضر لها الدواء والإرشادات من الأطباء الكبار الذين يقيمون في المدينة الواقعة خلف الجبال. ولكن هل أنت موافق على كل شيء يمكن أن يصادفك خلال هذه الرحلة؟ نعم يا سيدي. إذن أنا مضطر لأتحدث مع والدتك مرة أخرى. المشهد الخامس. سيدتي لقد عدت إليك من جديد، فإنه يقول أنه يود الذهاب معنا في هذه الرحلة، ولكنني أخبرته بأنها رحلة شاقة وخطيرة، وقال لي أنه يود الذهاب معنا ليحضر لك الدواء والإرشادات الواقعة خلف الجبال. لقد سمعت كلامه، ولا شك فيما قاله الصغير، ويود بكل سرور أن يذهب معك في هذه الرحلة المطيرة. ارقد يا بنيا. أها، إنه يتنصب علينا الولد. لماذا يبكي؟ نعم يا بنيا، منذ ذلك اليوم الذي عهد أنا فيه وأنا لم يعد والدك وأنا لم يعد لأحد خير. نعم يا ابني، منذ ذلك اليوم الذي لم تفارق ذهني ولم تغيب عن عيني إلا في وقت الذي كنت أبتد فيه عند طعامك وتدر ملابسك كسب النقود. كل ما قلت صحيح تماما يا ولكن برغم من ذلك لم استطع ان احيد عن مفصلي. انا سوف اقوم برحله خطيره من اجل مرضك يا امي. سوف احضر لها الدواء والارشادات من المدينة الواقعة خلف الجبال. من أجل مرضي. نعم، إنه سوف يقوم برحلة خطيرة من أجل مرض أمي، وسوف يحضر لها الدواء والإرشادات الواقعة خلف الجبال. لقد رأينا أنه لا يوجد شيء استطاع أن يثنيه عن قراري. هنا قال المعلم والأم في صوت واحد: كثيرنا يوقفون على الخطأ ولكنه غير موافقين على المرض، ولكن المرض سوف يعالج. ولكن الأم قالت: لم يعد لدي قوة بعد. إذا كان الأمر ولا بد فاذهب مع السيد المعلم، ولكن عليك أن تعود سريعا. قام الناس برحلة إلى الجبال، من بينهم كان المعلم والصبي. لم يكن الصبي أهلا بهذه الصعاب، لقد أجهد قلبه الذي طالب بعودة سريعة للوطن. في وقت الشروق استطاع بالصعوبة أن يطأ الجبال بأقدمه المتعبة. المشهد السادس. لقد تسلقنا الجبل بسرعة، هناك ينوح أول الخوف، والآن
من قول شيء ما يفيه. ماذا تريد أن تقول يا ولدي؟ أشعر بأنني لست على ما يرام. لا 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 اسكت، هذه الأشياء غير مسموح قولها في مثل هذه الرحلة. استرح قليلا، لا بد أنك متعب من تسلق الجبل، ابقى هنا واسترح. المشهد السابع. يظهر أن صبيا مريض من التسلس. نحن نريد أن نسأل المعلم في ذلك. هل يجب علينا أن نفعل ذلك؟ نعم افعل. المشهد الثامن. المشهد التاسع. أسمعكم، قال المعلم إن الصبي ربما كان متعباً فقط من التسلق، ولكن ألا يبدو غريباً جداً بعد الخوف مباشرة. يأتي الممر الضيق ويحتاج الإنسان لكي يعبر إلى الجهة الأخرى أن يمسك الجدار السفلي. كذا يا نعم نعم، نحن لا نستطيع حول أحد، ولكن هل يجب علينا أن نستمع رفاهية الحديث ونقلب كل. المشهد العاشر. هل أنت مريض؟ تكلم، هل أنت مريض؟ لا لا كما ترون، أنا واقف، لم أكن قد جلست. إن كنت مريضا نحن نريد أن نقول ذلك يا المعلم. المشهد أحد عشر. يا سيد، عندما سألتك عن الصبي من قبل قلت ربما كان متعبا فقط من التسلق، والآن يبدو في منتهى الغرابة حتى إنه قد جلس أيضا. سوف نعبر عن ذلك للمأذون، ولكن هنا يهتم التقليد الكبير، تقليد القديم. إذا نتعين علينا أن نقذف بغير القادر على الاستمرار إلى الوادي الأسفل. ماذا؟ أتريدك أن تقذف الصبي إلى الأسفل؟ نعم، هذا تقليد كبير. أنا لا أستطيع أن أعارضه، ولكن هذا تقليد كبير. نقص على حتى الإنسان الذي يقع في مثل هذه الرحلة ينبغي أن يلقى إليه في الوادي. أنا أحمل في قلبي أسد هذا المخلوق، الآن أريد أن أذهب إليه وأخبره بلطف. المشهد 12.
المشهد إذا مشى. نحن نريد أن نسأله عما كان أن يطالب بأن لا بد على المرء أن يعود بسببه، ولكن أيضا وحتى لو طلبه هذا فنحن لا نرغب في الأمر، ولكن سوف نقصف به إلى الوارف الأسفل. لا لقد سألوه عما إذا كان يطالب بأن يعود الماء بسببه، ولكن أيضا وحتى لو طلبهم هذا فإنهم لا يرغبون في العودة، وإنهم يرغبون في قذفه إلى الوادي. المشهد الثالث عشر. يا ولدي. يا سيدي. يا ولدي. يا سيدي. يا ولدي. يا سيدي. يا ولدي. منذ قديم الأزل نشأ هذا القانون الذي ينص على أن الشخص الذي يغرق في مثل هذه الرحلة وينبغي على الفور أن يلقى به في الوادي، ولكن تقرير هذا النص يقول أن المرء يجب أن يسأل الشخص المريض، إذا وافق أن يلقى به في الوادي فيجيب لا يجب عليكم العودة. لو كنت أنا في موقف لفضلت أن أمر القواعد. فهمت. والآن هل يتعين على الإنسان أن يعود من أجلك؟ أي أنك موافق على أن يبقى بك في الوادي؟ لا أنا موافق، أنا موافق. وتعال تعالوا، أنا موافق. إنه رجل مفضل عز، ولكن عندما سألناك في المرة السابقة أما إذا كنت توافق على كل ما يمكن أن تجري به الأمور الإجابة التي أعطيتها كانت خطأ، ولكن سؤالكم كان أكثر خطأ. من قال ألف لا بد أن يقول باء كان يستطيع أن يعرف بأن ألف كانت خطأ. لقد أردت إحضار الدواء لأمي، ولكني أنا نفسي الآن أصبحت مريضا. لم يعد الأمر إذا ممكنا، وأنا أريد العودة فورا. هذا ما يلائم الوضع الجديد، وأنتم أيضا أرجوكم العودة لتأخذوني إلى الوطن. معلمكم يمكنه بلا شك الانتظار إذا كان يوجد على الجانب الآخر شيء لتعلم ما آمل فيه. عما يقص في مثل حالتنا يجب على الإنسان أن يعود. أما فيما يقص تقليد الكبير القديم أخيرا يجب على الإنسان أن نفكر بطريقة جديدة. المشهد الرابع عشر. أيها السيد. نعم. ماذا يحدث؟ فقط صغير من لم يكن أيضا منظوريا هو أنتم تعلمون ما يجب عليكم فعله، ولكن أنا مضطر لأخبركم شيئاً ما. أن الناس سوف تنهار عليكم بالسخرية والمهارة إذا رجعتم. أمن العالي أن يدافع الإنسان عن نفسه؟ لا لا لا، لا أرى في ذلك أي عار.
صحيح. أثنى رأسك على أجرك. لا ترهق نفسك، لا ترهق نفسك، سوف نحملك بحرص شديد. هكذا أخذ الأصدقاء صديقهم وأرسل تقليدا جديدا ووضع بذلك قانونا جديدا وعد بالصبي جنبا إلى جنب. صاروا معا في مواجهة ضد القدر وفي مواجهة السفرية بعيون مفتوحة لا يوجد بينهم جبال. وهكذا انتهى الجزء الثاني من المسرحية. لقد عادوا مع الصبي إلى المدينة، ولكن السؤال، فهل هذا هو الحل المناسب؟ فهل هذا هو الحل المناسب؟ مع أن عددا كبيرا من أهل المدينة سيموتون بسبب هذا الوباء الذين لم يجدوا حتى الآن دواء شافيا له. وهل أنتم مع القائل نعم أم مع القائل لا؟ انظر كيف اختلف الناس بين قول نعم وقول لا. وما زال حتى اليوم أثارت هذه المسرحية جدلا واسعا في المجتمع الألماني. وهل فريق مع النعم وفريق مع القائل لا؟ ونحن الآن قمنا أنا مع الطلاب بتعديل بسيط على المشهد الأخير من المسرحية، فكان الجزء الأخير من تعديلنا فالقائل لا ونعم معا. سنشاهد. والآن إليكم الجزء الثالث من تعديلنا، ليس من تعديل الأديب الألماني بارتول، هذا من تعديلنا نحن. فقولوا رأيكم في هذه إن شاء الله، وإليكم الجزء الثالث الأخير. مهم جدا وقبل كل شيء أن نتعلم الموافقة. كثيرنا يقولون نعم على الرغم عن عدم الموافقة، كثيرنا لم يسألوا، وكثيرنا يوافقون على الخطأ. لهذا السبب من المهم جدا وقبل كل شيء أن نتعلم الموافقة. المشهد الأول. أنا معلم، عندي مدرسة في المدينة، وعندي تلميذ قد توفي والده، لكن أمه ما زالت على قيد الحياة، هي التي تهتم بشؤوني. الآن أنا أريد الذهاب إليهما لأقول لهما وداعا، لأنني سأقوم برحلة عما قريب إلى الجبال. المشهد الثاني. يومي السيد معلم هو نفسه يومي. أنا أريد أن أخرج من الطالب الطالب. أوكي.
يأكلون منذ أمد بعيد. ابن يقول لي إنك كنت مريضة والآن ألا تشعرين بتعسر؟ لا ولا تقلق بشأن المرض فليس له أثارا سيئة. يسعدني سماع هذا. وللآن لقد جئت إليكما كي أقول لكما وداعا لأنني سأقوم أما قريب اكتشافها برحلة إلى الجبال. رحلة اكتشافها في الجبال. لقد سمعت أن الأطباء الكبار يقيمون هناك. نعم صحيحا. ولكنني سمعت أيضا أنها رحلة خطيرة. بالفعل. هل ترغب أن تأخذ طفلي معك؟ يا سيدتي هذه ليست الرحلة التي يأخذ الإنسان فيها طفلا معه. حسنا آمل وأن تعود سليما معك. شكرا يا سيدتي. الآن لا بد أن أذهب. وداعا. وداعا. الرابع. سيدتي. نعم. أنا مقرر القاري شيء ما. قلت بأن أقول. أريد الذهاب. ولدي. لا يا ولدي. كما قلت لوالدتك. هذه رحلة شاقة جدا وخطيرة. وأنت لا تستطيع أن تأتي معي. وبالإضافة إلى ذلك. كيف يمكنك أن تترك والدتك مريضة؟ لا يا ولدي لا أخبرنا إن كنت المستحيل أن تأتي معي. لهذا السبب يا المعني لأنك في مريضة. أريد أن أأتي معك من أجلها حتى أحضر لها الدواء والإرشادات من الأطباء الكبار الذين يقيمون في المدينة الواقعة خلف الجبال. ولكن يا والدتي ولدي هل أنت موافق على كل شيء؟ هل أنت موافق على كل شيء يمكن أن يصادف أثناء الرحلة؟ نعم. إذن أنا مضطر أن أتحدث مع والدتك مرة ثانية. المشهد الخامس. سيدتي مغفرة يا سيدتي لقد قمت إليك مرة ثانية. ابنه يقول لي إنه يود أن يأتي معنا لكني قلت له كيف يمكن أن يترك وقلت له إنها قد تكون رحلة شاقة وخطيرة جدا أن يزور الهواء والإرشادات من الخارج من الجبل. لقد سمعت كلاما ولا شك فيما قاله الصغير ويود بكل سرور أن يذهب معك في هذه الرحلة الخطيرة. ادخل يا بني. جلست الوالد علينا. منذ ذلك اليوم الذي رأت أن فيه والدك وأنا لم يعدني أحد خير. منذ ذلك الحين وأنت لم تفارق ذهني وأنت لم تغب عن عيني إلا في وقت الذي كنت أهتد فيه. أعددت عامي وتركت
كل ما قلت صحيح تماما يا أمي، ولكن برغم من ذلك لم أستطع أن أحيي عن مفصلي. أنا سوف أقوم برحلة خطيرة من أجل مرضك يا أمي. سوف أحضر لها الدواء والإرشادات من المدينة الواقعة خلف الجبال. سوف أقوم برحلة خطيرة إن أنا للمرضي. سيحضر الدواء والإرشادات من المدينة الواقعة خلف الجبال. سوف يقوم برحلة خطيرة وسيحضر الدواء والإرشادات من المدينة الواقعة خلف الجبال. لقد رأينا أنه لا يوجد شيء استطاع أن يثنيه عن قراره. هنا قام الناس برحلة إلى الجبال، من بينهم كان صبي والمعلم. لم يكن صبي أهلا لهذه الصعاب، لقد أجهد قلبه الذي طالب بعد السرع للوطن. في وقت الشروق استطاع بالصعوبة أن يطأ الجبال بأقدامه المتعبة. المشهد السادس. انتظري بسرعة. لقد تسلقت الجبل بسرعة. هناك يلو أول الطوب. أرغب في أننا لا قسط من نروح هنا. هيا نحن الضوء عمري. سيدي أنا مضطر لقول شيء ما. لا اسكت. مثل هذه الأشياء وغير مسموح بقولها في رحلة مثل هذه. ابقى هنا لأن أنت تعب قليلا. المشهد السابع. يظهر أن الصبي مريض من التسلل. نحن نريد أن نسأل مع الفتان. المشهد التاسع. يا أيها المعلم. أنا هنا. لقد سمعنا أن هذا الصبي مريض من التسلل. ماذا؟ وهل أنت مهموم لهذا السبب؟ يا طلابي، إنه يشعر ببعض التعب. أنا تعب؟ لكن إنه من التعب. المشهد التاسع. يا سيد، ولكن وحتى الآن هو أسمعته قال المعلم أن هذا الصبي ربما كان فقط متعب من التسلل، ولكن ألا يبدو غريبا جدا بعد القوم مباشرة يأتي مبنى الطيب ويحتاج الإنسان لكي يعبر إلى جهة أخرى. أمسك الجدار الصخري بكلتا يديه. نحن لا نستطيع حمل أكبر، ولكن هل يجب علينا أن نتبع المشهد العاشر. يا صبي
هل أنت مريض؟ هل أنت مريض؟ تكلم. لا لا، كما ترون أنا واقف، لم أكن قد جلست. إن كنت مريضا. المشهد أهدى عشر. يا أيها السيد، يا أيها السيد، عندما سألناك عن الصبي، قلت ربما كان متعبا فقط من التسلق، لكنه يبدو الآن في المنتهى الغرابة، حتى إنه قد جلس أيضا. سوف نعبر عن ذلك المأذون، ولكن هنا يحكم تقليد القتل. لذلك يتعين علينا أن نقذف لغير القادر على الاستمرار إلى الوادي الأسفل. ماذا؟ أتريدون قصف هذا الصبي لأسفل؟ لا لا، نعم هذا ما أريد. هذا تكليد كبير، أنا لا أستطيع أن أعاني، ولكن هذا تكليد كبير. تنص أيضا على أن يسأل المرء الشخص الذي أصبح مريضا إذا كان يجب على الإنسان أن يعود بسببه. أنا أحمل في قلبي أسى كبيرا لهذا المخلوق، أريد أن أذهب إليه بهذا من فضلك. المشهد 12. نحن نريد أن نسأله عما إذا كان يقال أن لا بد. لقد سألوه عما إذا كان يطالب بأن يعود المرء بسببه، ولكن أيضا وحتى لو طلبه هذا فإنهم لا يرغبون في العودة، وإنهم يرغبون في قذفه إلى الوادي. المشهد 13. يا ولدي، يا معلم، اسمعني جيدا ماذا أتكلم إليك. منذ قديم الأزل نشأ هذا المدن التي ينص على أن الذي يفرط في رحلة مثل هذه فإنه يتعين ربه إلى الوادي كي يمر على الفور. لكن تقليدا ينص أيضا على أن الإنسان يجب أن يسأل الشخص المريض، أما إذا كان المريض لا بد لقدر أن يعود بسببه فيجب لا. لا يجيب عليكم الأودة. والآن لو إنني كنت في موقعك لقدرت أن أموت طوعيا. فهمت. والآن هل أنت تريد تسكن هنا أو تريد إلى قريتنا؟ لا لا، أنا لا وفي، أنا لا وفي. تعال. إنه لا يجيب بالعرف، لقد قال لا. لماذا أنت لم تقول بمقتضى العرف؟ ما
الطلبة، ولكن إنما سألناك في المرة السابقة أما إذا كنت توافق على كل ما يمكن أن تجري به الأمور سريا. الإجابة التي أعطيتها كانت خطأ، ولكن سؤالكم كان أكثر خطأ. من قال ألف لا بد أن يقول باء كان يستطيع أن يعرف أيضا بأن ألف كانت خطأ. لقد أردت إحضار الدواء لأمي، ولكني أنا نفسي الآن أصبحت مريضا، لم يعد الأمر إذا ممكنا، وأنا أريد العودة فورا. معلمكم يمكنه بلا شك الانتظار إذا كان يوجد على الجانب الآخر شيء لتعلم ما آمل فيه أن يغص في مثل حالتنا فقط. يجب أن نفكر بطريقة جديدة. المشهد الرابع عشر. أيها المعلم. نعم. ماذا يجب أن نفعل؟ ما قال الصبي؟ يبدو منطقيا. إنه يكون. سوف أترك لكم أمر ما يجب أن تعملوا، ولكني مضطر أن أقول لكم إن الناس سوف تنهار عليكم بالسخرية والمهانة إذا رجعتم. حقا، لأنهم ينتظرون بالدواء ضد الوباء الذي قتل كثيرين. صدقتم، فماذا نعمل الآن؟ في رأيي أن يبقى أهلنا في هذا القوه مع هذا الصبي، ريثما نرجع إليه بعد أن أخذنا الدواء والإرشاد من الأطباء الكبار المقيمون هناك. أنا متطوع أن أبقى هنا. ووضعوا بذلك قانونا جديدا هو أن النفس البشرية لها كرامتها ويجب الحفاظ عليها من الهلاك والوباء مهما كان ثمنها، فلا يمكن قتل إنسان بغير حق على حساب أناس كثير، كما لا يجوز ترك كثير يموت لأجل حياة شخص واحد. فهنا ودعوا الصبي وصديقهم في الكوخ ووصلوا السير ولا يوجد بينهم جبال. شكرا.
يقول الأديب الإنجليزي الكبير ويليام شكسبير، يقول الدنيا مسرح كبير ونحن الممثلون، قصة حياة واتخاذ القرار. ونشكر الممثلين على هذا التمثيل الجيد، ونشكر كذلك طاقم المسرح على هذه الجهود الجبارة حتى يخرج هذا العمل إلى حي زيدي. ويتقدم الجميع إلى المسرح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أشكر جميع الطلاب والطالبات، أصحاب المسرحية، مجموعة 1102 مادة متقدمة في الأدب العالمي. كذلك أشكر جميع الحضور من الطلاب والطالبات والأساتذة الكرام، وأديبنا الكبير دكتور رواد مسلم. الحمد لله، يعني هذه السنة أو هذا الفصل جعلها فعلا مادة الأدب العالمي في حيز الوجود تحت فوق المسرح. المرة الماضية لم ألحق أن أخبره بأن يقدم المسرحية، وهذه السنة من بداية الفصل أخبرته، والحمد لله أنه درب الطلاب وجعلهم يقدمون مسرحية جميلة جدا جدا من الأدب العالمي. ونحيي الأستاذ دكتور وان روسلي وجميع الطلاب والطالبات. إن شاء الله نريد أن يستمر هذا العمل ليس في مادتي فقط وإنما في كل المواد، وأشجع جميع المدرسين أن يجعلوا واجباتهم مشاريع تقدم على المسرح أو تقدم في أي قاعة من قاعات الجامعة لكي نبرز أنفسنا وأيضا نتدرب ونطور ونحسن لغتنا العربية إن شاء الله. جيد؟ أوكي. يعيش كي ال ام ويعيش أركم.